هي انه من ايام اعلنت وزاره الثقافه استعاده لوحه من وحي فنرات البحر الاحمر بعد اكثر من نصف قرن من فقدها. الجميل بقى في الموضوع هو القصه اللي ورا استعاده هذه اللوحه بمبادره من ضيفنا الاستاذ هشام الهواري صاحب شركه مقاولات، واللي كانت اللوحه معروضه عنده في المقهى الخاص بيه، واللي هنعرف منه اكتر قصه اللوحه ازاي وصلت له وازاي كل القصه دي حصلت. صباح الخير على حضرتك يا فندم، واهلا بيك معانا في صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا فندم، اهلا بيك. اهلا بيك. في البدايه تعرفنا وتعرف الساده المشاهدين بقى قصه وصول اللوحه ليك، قعدت عندك قد ايه؟ تمام. اللوحه دي موجوده عندنا اكتر من بقى اكتر من 20 سنه تقريبا كده، يعني 18 ل 20 سنه. موجوده في المخزن الخاص بتاع الشركه وسط الخرده وملهاش اي اهتمام يعني. فجيت من فتره عندي كافيه بفتحه، فطلعت في وسط الخرده حاجات كده تنفع ديكور بركبها في الكافيه وكده. فلقيت اللوحه في وسط الحاجات دي، طلعتها شكلها حلو على طرف الكافيه، قعدت تقريبا 8 شهور. احد الرواد اللي كان بيتردد على الكافيه شاف اللوحه اعجب بيها جدا، فعرض عليا ان هو يسال عليها ويشوف دي بتاعت مين، وممكن يتواصل ان هو تتباع لحد او تبقى قيمتها عاليه شويه. فوافقت وقلت له مفيش مشكله. بعدها بشويه اكتشفت ان هو جاي بيعرض فلوس على اللوحة دي بأرقام كبيرة شوية. يعني بدأ بمليون ونص، فده خلاني بصراحة أشك سعر اللوحة، حاجة مرمية بقى أكتر من 20 سنة عندي ما أعرفش هي بتاعت مين أصلا. ابتديت أنا أعمل سيرش شوية على اللوحة، اكتشفت إن هي بتاعت الفنان عبد الهادي الجزار، وفعلا تسوى أكتر من كده بكتير قوي. في وسط البحث اللي انا ببحث فيه لقيت وزاره الثقافه كانت منزله منشور ان ممنوع تداول على لوحات عبد الهادي الجزار، وان هي ملكيه خاصه للدوله عشان حفظ التراث، وان دي حاجه ملكيه للدوله خاصه. فتواصلت مع الدكتور انسي عمار المحامي الخاص بالشركه وعرضت عليه الموقف. الدكتور انسي برضه بحث من ناحيته، فاكتشفنا ان اللوحه اللي موجوده عندنا دي هي مسجله وخاصه بوزاره الثقافه المصريه. طيب احكي لنا بقى، لما يعني ابتديت تواصل مع وزاره الثقافه عشان تعيد اللوحه مره ثانيه، ايه اللي حصل؟ اللي حصل الدكتور انسي تواصل مع الوزاره، كلمناهم، الناس ما كانوش مصدقين طبعا ان احنا ممكن نودي حاجه زي دي بسهوله. الدكتور ايناس عبد الدايم وزاره الثقافه، معالي وزاره الثقافه وجميع الموجودين في الوزارة، بصراحة يعني ناس في قمة الأخلاق والذوق، عدونا بطريقة حلوة جدا 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 فوق ما تتخيلي. وسلمنا اللوحة وزي ما حضرتك شفت بقى بقية القصة. طبعا أكيد بنحييك، بس أستاذ هشام يعني لما هذا الشخص عرض عليك مبلغ مالي وأنت ابتديت تشك، مفيش ثانية كده حسيت إنه يعني ايه المشكله لما جرب مثلا ابيعها؟ ايه اللي خلاك ان انت لا تفضل ان انت تسلمها او تعيدها مره تانية لوزاره الثقافه؟ هو إيه الدافع؟ الاول لما عرفت ان هي مسجله وان هي ملك الدوله، دي حاجه مش حقي. تمام. فطبعا لا، مش هينفع يعني، دي حاجه مش حقي. طبعا يعني الحقيقه احنا يعني بنحييك والله يا استاذ هشام، وخلينا نقول انه يعني محتاجين يكون في نماذج زي حضرتك كتير، نفكر شويه زي ما حضرتك عملت، ليه ممكن شخص يجي يعرض عليا رقم على لحاجه انا مش فاهم الموقف، حاسس الموقف مريب، لانه زي ما حضرتك قلت في الاول وفي الاخر حضرتك بتعيد حق. فيعني احنا بنشكرك جزيل الشكر الاستاذ هشام الهواري صاحب شركه مقاولات، شكرا ليك يا فندم.